اهلا فيك من اي مكان عم بتتابعنا بالعالم، اهلا فيك في حلقه جديده من تأملات فكريه. واللي خطر لي فيها اني اشاركك اليوم عن مفهوم مختلف او معنى مختلف لتقبل الذات غير اللي انت متعود عليه. هو مفهوم متقدم بنفس الوقت بسيط وبعمل ثوره في حياتك، لذلك بدي تنصت لي بعمق. هلا دائما لما نسمع او الغالب لما نسمع تقبل الذات، الشيء اللي بخطر لغالب الناس اني كيف بدي اتقبل حالي زي ما هي، اتقبل عيوبي، اتقبل نقاط الضعف اللي انا فيها، اتقبل كياني كما هو. ولكن مش هون موجود الجذر الرئيسي لتقبل الذات، او مش هون المكان اللي بيحصل فيه تغيير نوعي في احساسك انك متقبل حالك او لا. المكان اللي بيحصل فيه تغيير نوعي وبتبلش فعليا تحس انك بلش يزيد عندك تقبل الذات وحب الذات، هو لما تطلع على مكان التطور الحالي اللي انت عندك اياه وتتقبله زي ما هو. يعني بتبلش تتناغم مع قانون الايقاع. خليني اوضح اللي عم بحكيه. غالب الناس اللي بعمل معاهم، غالب الناس اللي بشوفهم، بكونوا ظانين انهم في مرحلة تطور غير المرحلة اللي هم فيها. يا اما بكون شايفين حالهم اعلى، يا اما بكون شايفين حالهم اقل. ولما يتصالحوا بمكان التطور الحالي اللي عندهم اياه، هنا ببلش التطور الحقيقي يحصل. يعني تخيل انه انت مثلا ما عم تقدر تجيب اموال بالطريقة اللي انت حابها، ما عم بكون عندك وفرة مالية بالطريقة اللي انت حابها، ما عم بكون عندك يسر انه الرزق يتدفق عليك من اماكن مختلفة وبالكمية اللي انت بترغبها، وحتى يمكن زيادة، مش حتى يمكن زيادة، تكون زيادة. هلأ هذا الاشي ممكن يسوي لك ازمة، او تضلك تحكي اكيد وضع البلد مش ظابط، اكيد البزنس مش ظابط، اكيد مش عارف مش ظابط. او ممكن تحكي اوكي انا حاليا في مرحلة التطور اللي انا فيها، هاي هي قدرتي على تجلي الاموال، لانه هذا الوسع الطاقي اللي عندي اياه، يعني هذا وعيي عن الوفرة، هذا الشيء اللي انا قادر يتجلى عندي بمفهوم الوفرة. لما تقيم احكامك على المكان اللي انت فيه انه شيء عاطل او منيح وتتصالح معاه لانه بيمثل بالضبط وين انت في رحلة التطور، هون ببلش التقبل الذاتي. ليه؟ لانه احنا عايشين بالنهاية بلعبة روحية هدفها التطور، ومنعيش فيها بمراحل، منعيش فيها بسلاسل، كلياتها محكوم بإيقاعك الخاص في التطور. فلما انت تتقبل وين انت بالتطور على حسب النتائج اللي بتظهر في حياتك، اللي انت بتحكيه انا موافق او انا متصالح مع مرحلة التطور الحالية اللي عندي اياها، وبوافق اني ابلش اشتغل اطور مهاراتي واطور ذهنيتي حتى اوصل للمرحلة اللي بعديها. فبتبطل واهم حالك في مكان انك في مكان انت مش فيه. هذا التصالح على بساطته رح يريح ذهنك من المقارنات، رح يريح ذهنك من الزيف، تبلش تقنع حالك اكيد الناس اللي بيدرسوني غلط، اكيد التعليم بتطوير ذات كلها غلط بغلط، هدول الناس نصابين، ورح تبلش تتقبل وتحكي اوكي انا هالقد الاموال اللي عم بجيبها، معناته مستواي بالنسبة للمال أو وعي بالنسبة للمال عم بحصل هاي نتيجة. هذا الشيء لا عاطل ولا منيح، هذا الشيء بيعكس لي وين مرحلة التطور الحالية اللي أنا فيها. هذا مفروض يحمسك إنك تبلش تشوف وين أنت وتبلش تدخل معارف جديدة ومهارات جديدة في حياتك حتى تنتقل للمرحلة اللي بعديها. فبتصير المنافسة تصير بينك وبين حالك، عملية التطوير بينك وبين حالك، ومع احترام قانون الإيقاع الخاص فيك. غير هيك رح تضلك تلف حوالين حالك، تلف حوالين حالك وما رح توصل نتيجة. يعني تخيل انه انت مثلا شايف انه مشكلتك الرئيسية انه اهلك ما عم بعطوك حرية، او انك انت ما عم تقدر تعمل الخيارات اللي بدك اياها، وبتحكي اوكي المشكلة باهلي، المشكلة باهلي، المشكلة باهلي، المشكلة باهلي، بدل ما تحكي اوكي انا في مرحلة خاصة من التطور في حياتي، في ايقاع من التطور في حياتي،
ما وصلت مرحلة قوة واستقلالية ذاتية، قوة ذاتية واستقلالية ذاتية إني أقدر أعمل الخيارات اللي بدي إياها. فشو الشيء اللي مفروض أعمله حتى يصير عندي استقلالية ذاتية، حتى أكون متحرر من سطوة أهلي علي؟ وهي مش فعليا سطوة، هي عم تعكس، بتكون مراية وين أنت في مرحلة التطور بالنسبة لمرحلة التمكين الخاصة فيك. فيمكن تحكي أوكي بدي أتعلم حدود، أو بدي أتعلم إني أجيب أصير حر ماليا عشان أتحرر من أي عبودية بسبب سيطرة شخص علي ماليا، و و و لما تتصالح مع حالك وتحكي أوكي أنا هاي مرحلة التطور أنا فيها لا عاطلة ولا منيحة، ولا بتقارن حالك في شخص من الخارج، هون ببلش يظهر تقبل الذات الحقيقي. فبقدر أرخص لك، تقبل الذات الحقيقي هو التصالح مع مرحلة التطور اللي أنت فيها الآن. هذا بتطلب أنك تعرف وين أنت الآن، تشوف الموضوع بوضوح بدون وعي الضحية، وتقيم أحكامك عنه أنه المرحلة اللي أنت فيها عاطلة ولا منيحة. لأنه المرحلة اللي أنت فيها هي بالضبط المرحلة اللي مفروض أنت تكون فيها، لأنها بتعكس إيقاعك في التطور. يعني لو أنت مفروض تكون في مرحلة أعلى كان أصلاً بتكون في مرحلة أعلى، وكل مرحلة رح تلاقي في مرحلة أعلى منها وأعلى منها وأعلى منها وأعلى منها. فما تضلك بس تتطلع على بعده، تقبل وين أنت، تصالح وين أنت، وشوي شوي انتقل للمرحلة بعدها. وهذا التصالح ما بصير بالمعابطة، ما بصير تحكي أوكي أنا متقبل المرحلة أنا فيها. يعني ممكن تكون تقاوم المرحلة أنت فيها، ممكن تكون مش عاجبك المرحلة أنت فيها، تقدر برضو تتقبل هاي المقاومة، تتقبل كرهك للمكان اللي أنت فيه. يمكن أنت في بلد ومش قادر تسافر منها، مش قادر تطلع منها، وحاسس إنك محشور. يحكي أوكي هذا الشيء مراية لمرحلة القوة اللي وصلت لها بالنسبة للتنقل على الأرض، أو بالنسبة للحرية على التنقل على الأرض. هل معناته هذا الشيء رح يضل باقي حياتي؟ لا، معناته أنا المعلومات اللي عندي إياها، مستوى الوعي اللي عندي إياها، ومهارات اللي عندي إياها في هذا المكان بالتحديد ما عم بعطيني حرية. حلو، خليني أشوف ناس عم بلفوا العالم بحرية وأتعلم شو ساووا، أفهم شو ساووا، أشوف شو غيروا. يمكن البزنس اللي عندك إياها أو مكان العمل اللي عندك إياه ما عم بعطيك حرية تنقل. حلو، احكي أنا بتقبل المكان اللي أنا فيه، خليني أشوف ناس بتقدر تنتقل حوالين العالم. على فكرة مش شغلة كتير صعبة، يعني ممكن تكون ديزاينر أو تتعلم مهارة واحدة وتشوف وتقدر تشتغل من أي مكان بالعالم، بس إنك يكون عندك كلاينتس تشتغل ويكون عندك كلاينتس أونلاين. فبس بدك تتعلم الطريقة عشان توصل هذا المكان. ولكن لحد ما تتصالح مع المكان اللي انت فيه من غير ملامة، من غير اسقاطات، من غير احقاد، من غير غيرة مع الناس، من غير غل، من غير مقارنة، وتحكي هذا المكان اللي انا فيه مراية لا وين انا واصل في مرحلة التطور الحالية بالنسبة لهاي النتيجة، تتصالح معها، تجيب معلومات جديدة، هيك بتتقدم. لذلك قانون الإيقاع، اللحظة اللي بتتصالح معاه اللي هو إيقاع تطورك الخاص في الحياة واللي بيظهر عن طريق نتائجك، هنا بتبلش تعيش التقبل الذاتي الحقيقي اللي بيسطع منه حب الذات، اللي هو نفسه حب الحياة، اللي هو نفسه حب الوجود، اللي هو نفسه حب الخالق. لأن الحب بيوحد ما بيخلق تفصيلات. هلأ إذا حاب تعرف أكثر عن القوانين الكونية اللي واحد منها قانون إيقاع، واحد من هدول السبع قوانين قانون إيقاع، وطبعاً له عمق رهيب جداً جداً جداً، هتفهم أكثر عنهم. أنا عملت محاضرة مجانية عن القوانين الكونية السبعة، ممكن تشوفها، وبحكي فيها برضو عن كورس قوانين الكون السبعة اللي بخوض فيه بعمق رهيب عن هاي القوانين. فإذا ما حضرت المحاضرة روح واحضرها الآن، روح وشوفها الآن، حتى تبلش تدخل لذهنك مسند فكري حقيقي، حتى تفهم القوانين الكونية وكيف تفهم كيف تفكر بهاي الحياة بطريقة فيها يسر، فيها أناقة، وفيها حب أكثر. وبتمنى لك مني إلك سلام وحب.